انا مش هقول يعني مع كامل احترامي رايك على راسي من فوق فعلا، بس انا الجهه التانية خالص من حضرتك، انا شخص مؤمن جدا بما يسمى بالرقابه الذاتيه. بمعنى دكتوره خدت بنتها عرفتها قالت لها بصي يا ماما ده 1 2 3 4 5، بالمناسبه ده مش دور الدوله، مش دور الاجهزه الرقابيه ايا كان شكلها، مش دور اي حد في الدنيا، ده دور الناس في البيت، دور الام والاب اللي عايزين العيل ينزل من على دماغهم فسايبين لهم التليفون 24 ساعه، وبناء عليه هو بيروح كيفما يتفق لاي محتوى يجذبه. وما على صانع المحتوى اللي حضرتك واستاذ محمد اشرت اليه ومصممين تحصروا ان صناعه المحتوى في هذا الاطار، غير انه يعمل زي اي بقال بيحترم مهنته وبيحط المصاصه واللبان والبونبوني في اول صف علشان العيال الصغيره تشوفها تشبط فيها. باختصار شديد جدا انا ضد اي نوع من انواع الرقابه ما عدا رقابتك الذاتيه على ما تقدمه ورقابتك على اولادك لحين بلغهم سن معين. ليه بقى بيحجبوا الواقع؟ ما انا بقول لك انا يعني انا قلت لك الاناركيه مثلا خالص. الاناركيه هي مثلا ده اعتقاد ذاتي، هل انا اسمح بيه في المجتمع؟ طب ما ينفعش اسمح بيه في المجتمع. ليه بقى نحجب مثلا رقابه يعني ذاتيه؟ فكري الاخواني هو فكري ذاتي، انتماء واحد بفكره، هل اسمح بيه في المجتمع؟ ما اسمحش بيه. لا انا بكلم حضرتك، فانا لا يمكن ان ابني دوله، ولا يوجد على فكره النموذج اللي حضرتك بتتكلم عليه حتى في اي دوله، ولا في امريكا ولا في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في اي دوله. بس المساله هنا ما اسمحش بيه ازاي بمعنى ايه الاليات اللي انا ممكن استخدمها؟ احنا انا بنتكلم بس باكد برضو تاني، انا لا اتحدث عن رقابه امنيه، انا اتحدث عن رقابه معلوماتيه، وفي فرق كبير جدا. يعني انا حد بصور بيتي وبجيب ولادي وبقول انا اكلت النهارده كذا وبجبت هديه لمراتي كذا، هم هيراقبوا ده ازاي؟ حضرتك انت دلوقتي لو انا ايه ما يخالف الرقابه هنا؟ ما انا مش هقول لحضرتك ما بيقولوش الفاظ، اللبس محترم جدا، طريقه هو ده مفيش مشكله، ده مفيش مشكله على فكره، هو ده مش معترضين على هذا المحتوى، فيها سموم اكتر بكتير. بالظبط متفق مع حضرتك، ده مش يعني بالمنطق ازاي لا يتم مواجهته. طب انا بقول لحضرتك احنا مش بنخترع العجله، في نماذج كثيره لهذا الامر. انت عند حضرتك مثلا استراليا، شوفي استراليا تجربتها عملت ايه مع جوجل والفيسبوك نفسهم، اجبرتهم على ان هي تاخد جزء نسبه كبيره من الاعلانات اللي هي بتعود من المستخدمين عندها، واجبرتهم ان هي تحط طبيعه محتوى معين يعرض على الاراضي. حضرتك استشهدت بتجربه الامارات، وانا كان ليا تجربه شغل في الامارات في مجال الاعلانات تحديدا، وتعاونت مع عدد كبير جدا من الانفلونسر في الامارات وفي السعوديه وفي مصر. تمام، احب اقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا، قد يكون ان انت بتروح تاخد تصريح علشان تبتدي تبث ما تبثه على منصات السوشيال ميديا، لكن انا اسف جدا انت لو ما خدتش التصريح بيقفله لك، لكن هو ما بيقولكش انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه. بالمناسبه منتهى البساطه اللي في الدنيا، الامارات لا تفرض اي نوع من انواع الرقابه على المحتوى داخل القنوات. طب احنا كده دخلنا شويه تفاصيل، لكن السؤال في الاول هل مستحيل دي تنفع شغلانه ولا ما تنفعش؟ انا على فكره مع حضرتك وموافق حضرتك جدا ان اللي عايز يعرض اي حاجه يعرضها، بس مع وجود بعض المراقبه شويه، والا ما كناش نحتاج في بعض يعني الاوقات. يعني فندم انا عايز اسال حضرتك سؤال، المواقع الاباحيه بالظبط لو انا دلوقتي في انفلونسر موجوده واللي عايز يتفرج في انفلونسر بيدعو لاباحه العلاقات خارج الزواج. معلش يا دكتور انا اسف، حضرتك مع انهي مبدا؟ هل هيسمح المجتمع ان كل السلع متاحه، كل السلع وكل المعرفه وكل الترفيه متاح للجميع؟ لا، مواقع اباحيه وحجبها قلت لي انا ضد فكره الحجب او المنع في المطلق. بالمناسبه انا حتى وليه يمكن موقف شهير بحكم شغلي قناه سينما، انا من الناس الرافضين للرقابه الفنيه على المصنفات، ومن المؤيدين انا ومجموعه كبيره بقى من الناس للتصنيف العمري الجي جروب زي نتفليكس. يعني هي دي بقى بس الكرايتيريا اللي حضرتك او الحجم او الوصايا سواء للمحتوى او غيره ايا كان بقى شكل المحتوى ده. انا مختلف مع هذا القرار. حضرتك تختلف تماما، ده حق 30 ثانيه بالعكس، ده انا حارب عشان تختلف في 30 ثانيه. يا دكتور فتحي تختلف ليه؟ اختلف لان انا ما ينفعش اسيب محتوى يهدد الامن المجتمعي والاخلاقي لهذا المجتمع واسيبه يتعرض. يعني انا لو لقيت انفلونسر صانع محتوى بيدعو الى الزواج، العلاقات الجنسيه خارج الزواج، هل اسمح بيه في المجتمع بدعوى الحريه؟ بالعكس ده انا وفي يعني المجتمعات حتى الغربيه الديمقراطيه لا تسمح بانك انت تروج لفكر فاشي نازي. شبكات التواصل الاجتماعي نفسها يعني لا تسمح. يعني المساله مش فكر مضاد لمصالح الاصل، لا مش بس فاشي مقدمينه.
ممكن بس لا في قوانين في بلدان فيها قوانين بتلاحق كايه لا ده انت معاداة السامية لو انت طلعت فيديو وعملت اي حاجة في اكسب كده كلام معين الدولة عندنا والنيابة والناس متابعين كل صناع المحتوى تماما وكل الناس دي عندها فايلات واي حد بيتكلم في اي حاجه ممكن تهدد زي ما حضرتك بتقول بيتشد.